بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أجمعين. أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، أحييكم بأجمل تحية فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء معكم في برنامجنا محراب موصلي، ومع مسجد آخر نتجول في هذه المدينة المباركة بين مساجدها العامرة بالتقوى والإيمان والإحسان لكل الناس. اليوم نقف في مسجد من مساجد هذه المدينة المباركة، ألا وهو مسجد الإمام إبراهيم. الإمام إبراهيم من هو؟ وما سبب تسمية هذا المسجد بهذا الاسم؟ ودور هذا المسجد اليوم في هذه المنطقة المباركة، في هذه البقعة المباركة، في هذه المدينة، كل ذلك سنتعرف عليه من خلال حلقتنا لهذا اليوم في مسجد الإمام إبراهيم مع إمام وخطيب هذا الجامع. انتظرونا بعد قليل إن شاء الله. أحبتي المشاهدين الأكارم، نقف اليوم في رحاب جامع الإمام إبراهيم ومع خطيب وإمام هذا الجامع فضيلة الشيخ فارس علي البرزنجي. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم، ونحن في شهر رمضان المبارك وفي هذا المكان المبارك. أحببنا اليوم أن نعرف نبذة عن هذا الجامع المبارك وجهود هذه الجامع والرسائل، ومن قام ببناء هذا الجامع المبارك، وسبب تسمية هذا الجامع بهذا الاسم، ومن هو الإمام إبراهيم. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأصلي وأسلم على من دفن في المدينة فلم ولن يبلى. يقول الحق سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. من هذا المنطلق بدءا ببدء نشكر قناتكم الموصلية، قناة الموصل، وعلى رأسي الأستاذ غازي فيصل وجنابكم الكريم والكادر المبدع على هذه البرامج القيمة النورانية التي تهتم بمعالم مدينة وإرث وحضارة الموصل. بدءا ببدء، هذا المسجد يعد من أقدم المساجد تاريخيا، يعني هو أقدم من جامع الكبير النوري ما شاء الله. يرجع بناءه حسب التاريخ والمؤرخين يقولون أنه إلى القرن الخامس الهجري، ما شاء الله، القرن الحادي عشر الميلادي، ما شاء الله، فهو قديم جدا وكان صغير، يعني ما هذا الحجم اللي نحن عليه، ويقع في مكان في منتصف الموصل القديمة. اسم المنطقة؟ المنطقة يعني هو بين النبي جرجيس وبين منطقة رأس الكور، وسميت المحلة باسمه مسجد الإمام إبراهيم. يعني هذه المحلة تسمى محلة باسم المسجد الإمام إبراهيم. من هو الإمام إبراهيم؟ الإمام إبراهيم المؤرخون يؤكدون على أنه الشيخ إبراهيم الجراح. الجراح الذي كان أحد تلامذة وهو زميل الولي الصالح قضيب البان، ما شاء الله، الذين نهلوا في عين سفني من الشيخ الولي عدي بن مسافر، ما شاء الله، فتتلمذا عليه العلوم الشرعية النقلية والعقلية، فجاء إلى هذا المكان وبنى مسجدا فيه وأسس دار له،
ومدرسة دينية له. نعم. يعني هذا المسجد مما يتكون اليوم فقط مسجد للصلاة أم هناك أجزاء أخرى للمسجد؟ نعم، المسجد كان يعني فيه مدرسة، يعني مدرسة ابن الخياط. نعم. محاذية، وكانت فيها القبور في هذا الجانب. هذه المدرسة هي. نعم. مدرسة للعلوم الشرعية. مدرسة للعلوم الشرعية، وكانت الموصل تنهل من هذه المدرسة العلمية. ما شاء الله. لأنه أفضل شيء أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة المسجد. بل المسجد. نعم، أحسن. فكانت المساجد مدارس. نعم، وهذا ما لاحظناه بعد التحرير، كيف انطلقت المساجد وكيف بنيت وعمرت، وانطلقت منها الاستغاثات والتبرعات في الدام والمواد الغذائية والسلات. هذا ما أريد أن أتحدث. نعم. عنه اليوم. نعم. دور مسجد الإمام إبراهيم في هذه الجوانب، نبدأ بالجانب الإنساني الإغاثي. يعني نحن قبل هذا الحديث أن نتكلم، بعد أن فجره داعش الإجرامي في عام الشهر الثالث في عام 2015. نعم. فجر تفجيرا كاملا، يعني لم يبقى شيئا منه. وبعد أن أعيد في سنة 2021 على يد متبرعين من أهل الموصل الغيارة الذين هبوا بكل طاقاتهم وجهدهم وإمكانياتهم وبنوا هذا المسجد، المتولي كان الوكيل عامر الحاج عامر البق. نعم. حفظه الله، وهنا نحن نوجه من هذا المنبر تحية له على جهود مشكورة لأهالي. نعم. الموصل. نعم. 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 أنهم دائما ما نجدهم يسعون في بناء المساجد، المدارس، وكثير من مجالات الحياة يعيدون يعني للناس هذه، يعني هذه الغيرة موجودة اليوم. أغلب المساجد دخلتها وجدت أن يعني القائمين عليها من المحسنين، من أهالي هذه المدينة المباركة. نعم شيخنا، الحمد لله رب العالمين. الرسائل وبعد أن قاموا بإعادة وبناء رجع المسجد، أصبح جامعا وتقام فيه الخطب، يعني من لم يكن سابقا فيه، لم يكن فيه، فقط كان مسجدا للصلوات الخمس، مسجدا ومدرسة للعلوم الشرعية. نعم. سابقا، ولكن بعد الحمد لله رب العالمين الذي جعل هذا الأمر أن يكون، جعلت فيه خطبة، وأيضا جزى الله بالخيرات عنا المشايخ الموصل، ومن هنا من هذا المنبر أيضا يعني نسلم ونحيي الشيخ العلامة أكرم عبد الوهاب. ما شاء الله. والشيخ الدكتور فهد الخالدي والدكتور ذاكر الحساوي، أقيمت به عدة مشيخة للحديث، يعني مجالس سماع الحديث. مجالس سماع الحديث. جيد. نعم. يعني هو دور المسجد اليوم ليس فقط دار للعبادة، لا لا، إنما لنشر العلم الوعي والوعي والثقافة. نعم. دور جامع أو مسجد الإمام إبراهيم في المسائل الإغاثية، حل ما حل في مدينة الموصل من الأزمات. يعني نعم، يعني قاموا العديد من المتبرعين. نعم. بإغاثة الملهوفين وإغاثة إخوانهم من الجانب الأيمن. نعم. وتقديم المساعدات وتقديم لحوم الأضاحي لهم. ما شاء الله. نعم، وقيام كثير من الدورات الدينية التدريبية للطلبة. جميل. يعني هناك دورات أيضا. نعم. تقام لإقراء القرآن الكريم وتدريس. نعم. العلوم الشرعية في هذا المسجد. نعم. ما شاء الله. نعم. شيخنا الكريم، أيضا الجانب الإنساني الآخر في مساء اليوم، هناك بصمة طيبة. نعم. بالتعاون مع وزارة الصحة تجد هناك مساجد نينوى ما شاء الله في مسألة التبرعات بالدم. كان لمسجد الإمام إبراهيم الدور في هذا لم الجانب؟ يحصل هذا، لأنه الجوامع القريبة، جامع يعني الإمام القريبة من الجوامع. نعم. حصل بها هذا الأمر، بس نحن. نعم. ما حد يعني ما السبب يعني أنه لم يكن لديكم أيضا يعني كان المشاركة؟ يعني في بداية الأمر كان العدد من السكنة يعني قليل. يعني العدد قليل، ثم الحمد لله تزايد في هاي الأونة الأخيرة وأصبح ما شاء الله. نعم. هناك دورات ذكرتم أنها تقام في هذا المسجد ومناسبات. نعم. دورات صيفية أقمتموها في. نعم. هذا المسجد. نعم. للأطفال. نعم. للأطفال. نعم. تدريس القرآن الكريم. نعم. بتدريس للأطفال القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم والثقافة والأخلاقية. ما شاء الله. حيث قاموا بها لكل. نعم. الجنسين. لكل الجنسين. نعم. ما شاء الله. نعم. ذكور منها والإناث. نعم. جهود مشكورة شيخنا الكريم، يعني هذه رسائل مهمة ينبغي لكل مسجد ولكل جامع أن يؤديها، وأنتم إمام وخطيب هذا الجامع إن شاء الله نتكلم يعني بعد قليل عن دور الإمام والخطيب في كل مسجد ماذا ينبغي أن يكون. نعم.
أحبتي المشاهدين الأكارم، من هدي القرآن نستقي وعلى حبه نلتقي لنرتقي، بعد فاصل قصير انتظرونا بمشيئة الله تعالى. مساجد أسست على التقوى والإيمان والإحسان والعطاء لله تبارك وتعالى، مساجد الداخل فيها يجد الأمانة ويتعلم المحبة والسلام ويتعلم الإنسانية حتى يعطيها للناس كافة، مساجد يحضر فيها على اختلاف أعمارهم وعلى اختلاف أشكالهم ولهجاتهم ولغاتهم، إلا أنهم يصطفون صفا واحدا ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. شيخنا الكريم، ونحن في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام إبراهيم، وذكرتم أن هذا المسجد كان له دور كبير في المسائل الإغاثية، في المسائل أيضاً الإنسانية، وكذلك المسائل العلمية. فهناك ذكرتم أنه حضر هناك مجالس لسماع الحديث لكبار علماء الموصل. أيضا حدثنا عن مسجد الإمام إبراهيم أكثر، ما كان يحوي مسجد الإمام إبراهيم؟ المسجد الإمام الشيخ إبراهيم الجراح، حسب التاريخ الذي كتبه ابن الخياط، أنه كان فيه مساحة صغيرة لأنه اقتسمه الشارع فأصبح صغير، وكان يحوي سرداب الذي يعرفه من زمان، كان يحوي سرداب، هذا السرداب يطل على درج ثم إلى قبر، ويقال أنه عثر على أنه رخام يعود هذا القبر إلى زوجة الشيخ إبراهيم الجراح اللي هي اسمها حسنة خانم. نعم نعم. كان هناك مخطوطات في المسجد؟ مخطوطات شباك بآيات طبعا تراثية جميلة جدا، ما شاء الله، من سورة الإنسان من الدهر، عثروا على قطعة من الرخام. نعم. قيل أنها لزوجة الذي دفنها الشيخ إبراهيم الجراح، زوجة الشيخ حسنة خاتون. شيخ فارس، ونحن في شهر رمضان المبارك، وأنتم إمام وخطيب هذا الجامع، دور الإمام والخطيب اليوم ونحن في شهر رمضان شهر الخير، نشاطات جامع الإمام إبراهيم في شهر رمضان، هناك إفطار عندكم جماعي، هناك محاضرات تقام لعلماء وأئمة وخطباء ودعاة يعني يأتون إلى هذا المسجد المبارك، هناك حملات مساعدات وسلات إغاثية في شهر رمضان المبارك، هل هذه الأمور موجودة اليوم في هذا المسجد؟ هذا الجامع الحمد لله فضل الله عظيم الله سبحانه وتعالى علينا، الجامع فيه من التوعية الدينية والحث على تلاوة القرآن الكريم. جميل. لأننا كما تعلم خيركم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ففيه تشريف وتكليف وتخفيف لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فالقريبون من هذا المسجد يأتون للصلاة التراويح وإلى المواعظ الدينية التي قسم من كبار العلماء يأتون، وفضل الله علينا بأئمتنا وخطبائنا وعلمائنا في الموصل الذين يقومون بأفضل دور في هذا الموصل. شيخنا الكريم، ذكرتم أن هذا المسجد المبارك كان له دور كبير في منذ يعني بنائه إلى يومنا هذا في جميع الجوانب الإنسانية الإغاثية وحتى الشرعية. نعم. اليوم ونحن في هذا الشهر المبارك، نعم، شهر رمضان، نعم، شهر الخير، شهر الإحسان، شهر القرآن، نعم، دور جامع الإمام إبراهيم في هذا الشهر المبارك؟ دور الجامع مأخوذ من ولكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، حيث كان الجامع أنذاك هو مؤسسات
للتعليم وللإغاثة ولمساعدة الذي ليس لديه بيت يأويه، كما تعلم أن أهل الصفوة الصفة كانوا يسكنون في الجامع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكذلك من هذا المنطلق نحن هاي أيضا الجامع المسجد الإمام إبراهيم هو أيضا للصلاة والتراويح فيه تقام، ما شاء الله. وأيضا الندوات والمواعظ خصوصا في رمضان وقراءة القرآن، يعني تستقطبون دعاة ومشايخ وتدريس العلوم القرآن يعني كله. هذه أيضا نعم نقطة نعم مشكورة، جهود مشكورة لدائرة الوقف السني اليوم توعية دينية أنها نعم عندها ما شاء الله برامج على رمضان في نشر العلم والوعي وال نعم. يعني أيضا عندكم محاضرات وهناك علماء أيضا للعلماء للمشايخ يأتي إليه المشايخ الكرام نعم من الوقف السني فيأتون والناس يعني تأخذ وتنهل من علومهم، ما شاء الله. ونحن بحاجة إلى هذا الجانب، الجانب الروحي والجانب العلمي لتعليم أبنائنا وناشئتنا على هذا الصلاة. نعم شيخنا الكريم، مأدبة إفطار جماعي تقام في نحن الجامعة، البيوت قريبة جدا على المسجد، يعني يقام فيه يعني مأدبة، من ليس من هذه السكنة يأتي يأتي العابر السبيل يجد العابر السبيل نعم يجد ما مما قسمه الله. نعم 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 شيخ، جميل جدا. أيضا شيخنا الكريم في رمضان هناك يعني هذا الشهر المبارك شهر القرآن وشهر الصلاة والتراويح كما ذكرتم، هناك تقام مجالس يعني قيام نعم في هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من رمضان يفتح باب الجامع. نعم نعم يفتح ويقام فيه الصلاة القيام وصلاة التسابيح والتراويح، ويأتي إليه من كل فج عميق الحمد لله رب العالمين هذا الروحانية الذي يمتلك هذا الجامع الإمام إبراهيم، روحانية قوية جدا ما شاء الله، فضل الله عظيم. يعني العلماء الكبار الذين تعاقبوا على هذا المسجد المبارك بمحاضراتهم بأيضا المحسنين والخيرين من أهالي الموصل الذين كان لهم بصمة كبيرة في هذا الجامع المبارك، فأنفاس هؤلاء وجهودهم وإخلاصهم وصدقهم حلت في هذا المكان، وكما يقال المكان بالمكين. بالمكين أحسنتم شيخنا الكريم. أيضا يعني أتكلم في جانب آخر، جنابكم اليوم إمام وخطيب هذا الجامع، ما دور الإمام والخطيب اليوم؟ هل دوره فقط محصور في المحراب ليصلي إماما في الناس أم له دور آخر؟ يجب على الخطيب الإمام ينطلق من هذا الجانب الروحي والإنساني، حيث أن الجامع ليس فقط للعبادة فحسب، فإنما لحل النزعات والمشكلات والعائلية وكذلك لتعليم الأطفال وتعليم الكبار القرآن الكريم وكذلك إغاثة المحتاجين. نعم فدوره كبير جدا ليس محصورا على يعني اليوم الجمعين. الشيخ فارس علي البرزنشي وهو إمام وخطيب هذا الجامع، جهودكم في هذه المنطقة يعني رسائل التي وجهتموها وأنتم قدوتكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الرسائل التي وجهتموها اليوم وأنتم في هذه المنطقة؟ شاركتم الأفراح الأتراح الرسائل يعني المناسبات التي حلت؟ هذا ما سأستمعه من جنابكم، لكن بعد قبل هذا أنا بعد فاصل إن شاء الله سنكمل الحديث في رحاب جامع الإمام إبراهيم، نكمل الكلام في هذا الجامع المبارك، لكن بعد فاصل قصير أحبة المشاهدين انتظرونا بمشيئة الله تعالى.
كم جميل أن تجد الإمام والخطيب رسالته عظيمة في هذه الأماكن، وكم هو شرف عظيم له أن يكون خادما لهذا المسجد، فالذي يخدم بيوت الله تبارك وتعالى يسخر الله تبارك وتعالى له من يخدمه، فتجد الرسائل المهمة التي يقدمها الإمام والخطيب في هذا المكان الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه. وهذا وسام شرف أن تكون خطيب جامع أو إماما قدوة تقف في هذا المحراب وتتوجه إلى القبلة وتوجه الناس إلى هذه القبلة، وتكون سبب سعادتهم ونجاتهم ونجاحهم في جميع مجالات حياتهم. فضيلة الشيخ فارس البرزنجي، وأنتم إمام وخطيب هذا الجامع، قبل الفاصل تكلمنا عن دوركم اليوم، أنت كإمام وخطيب لأهالي هذه المنطقة، ما هو دورك في الجامع وفي المنطقة؟ تفضل. دور الإمام والخطيب يجب أن يكون دور كبير، فنحن نعيش يعني في محلة، وهذه المحلة بيوتات صغيرة يقطنها الكثير من أهالي الموصل القدماء، وربما تحصل مشاكل وتحصل مسائل عائلية أو أسئلة دينية. نعم. فهذه نحن من هذا المنطلق نحن نقوم بحل هذه النزاعات وهذه المشاكل، ونقوم بالصلح بين الطرفين المتخاصمين. نعم. وأيضا نعطي ونثري العوائل بالأمور الشرعية التي يجب أن يكونون عليها. نعم. لأنه بحاجة إلى المسائل الشرعية، المسلم بحاجة إلى هذه المسائل الشرعية. يعني هذه البيوتات اليوم تنهل من هذا المسجد المبارك. نعم. ومن القائمين عليه الأخلاق والعلوم الشرعية. نعم. والأمور السلوكية، وأيضا تنشر، تكون سبب نشر للمحبة والسلام في المجتمع. نعم. المجتمع. نعم. شيخنا. وأيضا هذا المكان الطيب الجامع، أيضا يعني نعرف نحن البيوت صغيرة، فقسم منهم عندما وفاة أو كذا ما يجدون مكان، فهذا الجامع أيضا يحتضنهم، تقام فيه الأعزاء. ما شاء الله. يعني نعم. الجامع مفتوح أبوابه، مفتوح لأبوابه لإقامة، يعني موجود يعني الأمور التي يحتاجها المسلمون في هذا الجامع إن شاء الله. أيضا يعني هذه. نعم. أيضا نقطة مهمة. نعم. أن تجد المسلم اليوم أو جار الجامع، الجامع يساعده في كل مجالات حياته، إن احتاج يجد الدعم المادية. نعم. والمعنوية، ويجد العلم والمعرفة، يعني أمور دينه ودنياه. نعم. شيخنا الكريم، يعني جنابكم على يد من نهلتم هذه العلوم ودرستم؟ نعم، الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا، الذي قال صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. فكنا نحن في إعدادية الدراسات الإسلامية. نعم. ثم تخرجنا من كلية علوم القرآن. ما شاء الله. كلية التربية، وتتلمذنا على أيادي علمائنا الأفاضل اللي في علماء الموصل. نعم. في كانت في القراءة على الشيخ خليل الشكرتشي، وعلى الشيخ فارس الجبوري، وعلى الشيخ حاج رشيد الذي كان في النبي جرجيس، وعلى الشيخ أخذنا. نعم. رشيد مل رشيد. نعم. رحمه الله العالم في النبي جرجيس الإمام الخطيب. نعم. أيضا كما أخذنا القراءات القرآنية على الشيخ عبد اللطيف الصوفي العشرة الكبرى، فضل الله العظيم. ونحن بكل جهدنا وما نبذل فهو قليل في حق ديننا الإسلامي. نعم. ولكن نحاول أن نعطي ما لدينا، والحمد لله رب العالمين. هذه العلوم التي نهلتموها وحصلتم عليها، هذه الشهادات والإجازات في القرآن الكريم. نعم. اليوم أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. أيضا تقومون بتدريس هذه العلوم. نعم. التي تعلمتموها. نعم. يجب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا يمكن أنه طالب العلم أو الذي يدرس العلم أنه يكتفي بالتعلم دون أن يعلم. نعم. لأنه يكون قد وقع بخطأ كبير، فعليه أن يعلم حتى يثبت الأمور التي درسها وتصير عنده مرسخة في الذهن، يجب أن يقوم بها. نعم. العلوم الشرعية درستموها على ديمين من المشايخ؟ درسنا العلوم الشرعية على الشيخ الفاضل رحمه الله، الشيخ العلامة مل رشيد، ودرسنا على الدكتور أياد البدراني، وعلى الشيخ أكرم عبد الوهاب الموصلي، وعلى الشيخ أزهر الحياني، وعلى الشيخ إبراهيم النعمة،
وعلى الشيخ مصطفى البنجويني والشيخ محمد ياسين السنجري ما شاء الله، والشيخ عبد الوهاب العدواني الدكتور، نعم، والدكتور عبد الستار فاضل، وكثير يعني لا يسع المجال ذكرهم، يعني فضل يعني الله العظيم. رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي. نعم نعم. أمثال فضيلة الشيخ علامة الموصل في الحديث، نعم، الشيخ أكرم عبد الوهاب، الشيخ أكرم عبد الوهاب، وشيخ القراءات في هذه المدينة المباركة، نعم، فضيلة الشيخ عبد اللطيف الصوفي، نعم، أيضا له دور كبير في، نعم، هذا المجال. حفظ الله هذه يعني هذه الأسماء الكبيرة، نعم، ورحم الله من مات منهم. شيخنا الكريم، رسالة اليوم أنت كونك إمام وخطيب تحب أن توجهها للإمام الخطيب في كل مسجد، ما هي الرسالة التي ينبغي أن يكون عليه الإمام الخطيب؟ الرسالة يجب أن يعطي الإمام الخطيب، يعطي جل وقته لله سبحانه وتعالى. جميل. لأنه هو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وهي أمانة. وهي أمانة، أمانة في أعناقنا. يعني كثيرا أسمع، يعني أسمع من خطباء أو أئمة ما يقومون بدورهم، يعني هذا أمر خطير جدا عليه. فدور الإمام الخطيب اليوم كلش مهم، أن يكون له رسائل مهمة. نعم. ذكرتم أنه رسائل الإمام الخطيب ليست محصورة فقط في المسجد، إنما أيضا أكثر من هذا، أكثر من هذا. كلمة أخيرة توجهونها لأهالي هذه المنطقة وكذلك الناس بصورة عامة في هذا الشهر المبارك. أقول جاءكم رمضان، فأهلا ومرحبا برمضان الخير. نعم. وإن شاء الله نتزود ونصلي ونقوم بما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم على الطاعات، ويجب أن نعلم أبنائنا وأولادنا حتى يشمل الذكر والأنثى على التربية التي تعلمناها من آبائنا. فهذه المدينة عريقة في أخلاقها، عريقة بشرفها، بنسبها، بأحسابها، في كل هذه الجوانب يجب أن نعود إلى ما كانوا عليه، حتى إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرضى عننا ونكون أمام الله سبحانه وتعالى من الذين يرضى الله عنهم. بوركتم فضيلة الشيخ فارس علي البرزنجي، إمام وخطيب جامع الإمام إبراهيم، هذا الجامع المبارك، هذا الاسم المبارك، هذه المنطقة المباركة، في هذه المدينة المباركة، جهودكم مشكورة، دام لكم هذا العطاء وزادكم الله إخلاصا وصدقا وعطاء خدمة للإسلام والمسلمين. هذه هي مساجد الموصل، تجدها أسست على التقوى، على الإيمان، على الإحسان، على العطاء، في شهر العطاء، في شهر الخيرات، تجد هذه المساجد المباركة تفتح أبوابها في جميع السنة، لكن في شهر رمضان لمساجد الموصل لذة عظيمة جليلة وروحانية، كيف لا، والقرآن الكريم تجدها حاضرة، تجد القرآن حاضرا في هذه المساجد، تجد المواعظ حاضرة في هذه المساجد، تجد المساعدات حاضرة في هذه المساجد. بارك الله في جهود جميع هذه المساجد والقائمين عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجهود، وأن يبارك في المحسنين الذين كانوا سببا في إعادة بناء هذه المساجد وهذه البقاع الطاهرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. أشكر فضيلة الشيخ فارس علي البرزنجي، إمام وخطيب هذا الجامع، لحسن الاستقبال ولهذه المعلومات وهذه الجهود المشكورة. كما أشكر لكم أحبتي المشاهدين الأكارم حسن إصغائكم ومتابعتكم، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامجنا محراب موصلي. أستودع الله دينكم وأماناتكم وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.